مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة وشارع القلب. مشاهدينا، حلقة اليوم بها ملفات شائكة، ولعل أخطر ملف فيها هو ملف المياه على الرئة. الحقيقة ملف خطير، كمية اتصالات وكمية استفسارات بتيجي عن الملف ده. في ناس كتير جدا محتاجة تعرف يعني ايه مياه على الرئة، أعراضها ايه، طرق العلاج، التشخيص المبكر أخباره ايه، لو لحقنا الحالة دي ايه اللي ممكن يحصل. كل التفاصيل دي هنعرفها النهاردة من ضيفي الكريم دكتور أحمد الوكيل، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والحاصل على الدكتوراه في أمراض القلب. دكتور برحب بيك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. خليني أقول لحضرتك إن الحلقة الماضية كمية التعليقات الإيجابية على الاهتمام بالقلب وحالة الحاج عبد الخالق اللي كانت معانا لها صدى كبير في الشارع. فكرة إن القلب المفتوح يا جماعة ما هوش الرعب اللي الناس متخيلاه، ما هوش شق الصدر 50 سنتي وحاجات كده، الكلام ده يعني يا جماعة مغلوط، فأرجوكم خليكم دايما مع أهل التخصص. دكتور هندخل لموضوعنا على طول، والحقيقة أنا حابب أعرف من حضرتك أدق التفاصيل فيما يتعلق بالعلاج والتشخيص المبكر، وأبدأ كده البداية الطبيعية التقليدية، يعني إيه مياه على الرئة؟ طب هو إحنا هنبدأ يعني إيه رئة؟ تمام، جميل. إذا كنا في لما بنتكلم عن القلب بنشبهه بموتور المية اللي بيرفع مية للدور العاشر، تمام، في عمارة، فإحنا الرئة بالنسبة لنا بنشبهها بالبالونة، البالونة اللي بيلعب بيها الأطفال، بنفخها حجمها تقريبا قد كده، نص الصدر عبارة عن نص التجويف الصدري عبارة عن الرئة تقريبا، تمام. فهي البالونة دي مش جواها هواء، البالونة دي جواها بلالين شبهها بس صغننه خالص، فهم حوالي 600 مليون بالونه صغننه متجمعين مع بعض وعاملين بالونه كبيره. طيب خلينا نتخيل ان احنا عندنا بالونه وحاطينها جوه عظم، كل شويه ننفخ البالونه ونفضيها، البالونه دي لما تحك في العظم ايوه مش هتفرقع؟ طبعا. طيب ده اللي هيحصل بالظبط لو احنا عندنا الرئه دي مفيش حواليها حاجه تحميها من العظم. فامر ربنا عمل ايه؟ سبحان الله، جاب البالونه دي، وحضرتك عارف البلوره المسحوره بتاعت الكرتون بتاع زمان دي، بتاعت زمان دي كوره كده مدوره مدوره ولونها شفاف، وبنقعد نعمل عليها كده تروح ايه مطلعنا الاخبار كلها، تمام. ففي كوره شفافه بس هي مش ازاز، هي عامله زي كيس البلاستيك الابيض اللي بتشتري بيه حاجات من عند السوبر ماركت، تمام، وهي شبهه بالظبط، هي نفس السمك بتاعه ونفس اللون بتاعه، سبحان الله، ونفس الوظيفه. قوم ربنا يروح جايب الكيس البلاستيك ده عامله زي كوره كده بلوره، بلوره، ويروح جايب البالونه دي زائقها جوه البلوره عشان تلف حواليها تحميها. يبقى هو بيحميها بطبقه واحده ولا بطبقتين؟ الكيس كان كده دخلت جواه بقى طبقه ولا طبقتين على بعض؟ في طبقتين على بعض. حلو. يروح حاطط ما بين الطبقتين دول نقطه ميه، وهي حرفيا نقطه ميه، تمام تمام. يبقى انا دلوقتي عندي الرئه دي عباره عن بالونه كبيره، فشويه بالونه صغيره سن الوصف ده، بالونه تمام. كبيره داخل بالونه اكبر، دخلت جوه كيس ايوه عباره عن طبقتين، لو عملنا كده من بعض ونفصله من بعض، تمام، وبينهم نقطه وبينهم مية. نقطه ميه. طيب خلينا نرجع ايام العلوم زمان، لما كنا بنجيب حتتين ازاز ونحط بينهم نقطه ميه، تعرف تفصلهم من بعض؟ طبعا لا، مستحيل. تمام. طيب تعرف تزحلقهم على بعض؟ ممكن. بمنتهى السهوله. وارد. فهو ده بالظبط اللي بتعمله نقطة المية جوه كيس البلاستيك، تيجي تفصله من بعضه ما يفكش من بعضه بقوة المية دي. تيجي تزحلقه على بعضه يتزحلق زي ما أنت عايز. وبالتالي انفخ البالون فضيها يعني 20 مرة في الدقيقة، 60 دقيقة في الساعة، 24 ساعة في اليوم، 80 90 100 120 سنة في العمر. ما شاء الله. شغالة معاك، مفيش مشكلة. ما شاء الله. هندسة، هندسة ربانية. المية ممكن تتجمع فين؟ في هذا السيستم المايه ممكن تتجمع فيه في الفاصل بين حاجه من اتنين، يا اما المايه تخش جوه الكيس، تمام، بنسميها اصطلاحا ميه عرق. الكيس ده اسمه ايه؟ هو شبه البلوره، تمام. احنا عارفين ان العرب هم اللي اخترعوا الطب للعالم، مظبوط، واسماء كتيره جدا من الاسامي الطبيه الانجليزيه مشتقه من العربيه، الاسماء العربيه. فالعرب لما لقوا ان الرئه دي عباره عن بالونه جوه كيس طبقتين فسموه بلوره. ليه باللورة؟ لان هو جوه واخد شكل التجويف ولونه ابيض، فعامل زي الازازه المدوره البيضة كده، فراحوا مسمينه الغشاء قلب اللوري. كلام تمام كده؟ كلام جميل. وراح الانجليزي ومسمينه بلورا. بلورا. ما اشتق من اسم هو العرب. نفس الاسم عربي. تمام. تمام؟ تمام.
فالميه هتتجمع حته من اتنين، يا اما في الكيس هنسميه البلوره بقى، يا اما تتجمع جوه البالونه ذات نفسها. ومن هنا فتعريف الميه على الرئه هو تجمع ميه داخل او خارج الرئه في الغشاء البلوري. تمام، ده التعريف ودي الانواع. هنيجي نتكلم عن وليه يحصل كده. طيب اسباب كده يبقى حسب المكان. يعني ايه؟ يعني في اسباب تجيب ميه جوه الغشاء البلوري، وفي اسباب تانية خالص تجيب ميه جوه الرئه. الرئه ذات نفسها مرتبطه في وظيفتها جدا بانهي عضو؟ بالقلب. بالقلب طبعا. هي بتاخد منه وتديه، وبينهم ما يسمى بالدوره الدمويه الصغرى اللي وصفها ابن النفيس. ما شاء الله. برضو عربي. عربي. تمام؟ ما شاء الله. ومعظم امراض الرئه يا اما جايه من الرئه ذات نفسها يا اما جايه من القلب. من القلب. عايز اقول لك الاغلب جايه من القلب كمان، مش من الرئه ذات نفسها. اعتلال القلب يعني اعتلال رئه. ممكن؟ بنسبة كبيرة جدا. بنسبة كبيرة. لأن احنا زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت قلنا إن القلب ده جزء يمين وجزء شمال، الجزء اليمين بيشتغل مع الرئة والجزء الشمال بيستقبل من الرئة. تمام. اللي بيبوظ أكتر الجزء الشمال. طب الجزء الشمال ده لما يعطل المفروض إن دوره بالنسبة للرئة مرسل ولا مستقبل؟ لا مستقبل. فالمفروض الدم يطلع من الرئة يروح للقلب. أكتر جزء بيبوظ الشمال. يجي يستقبل ما يعرفش. المية تتجمع فين؟ في الرئة. هو مش بيجمع مية، بيجمع دم. دم. صحيح. يوم الدم ضغطه يبدا يزيد 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 جوه الاورده والشعيرات الرئويه الدقيقه يقوم يبدا يرشح. طيب ايه اللي يعمل ده؟ مشكله في الصمامات، مشكله في العضله، مشكله في الشرايين، مشكله في القلب نفسه. صحيح. طيب. احنا قلنا ان اكتر سبب هو القلب، تاني سبب هو الرئه ذات نفسها. يبقى عندي جزء مرتبط بالرئه وجزء اخر مرتبط كبيرا بالقلب. تمام. مظبوط. مزبوط. ايه بقى في الرئه ممكن يعمل كده؟ الالتهابات الشديده جدا. زي مين؟ الشهير كوفيد طبعا، حبيب الرئه. هو بيجي قاصد يجيب ميه، قاصد الرئه، بيروح مال الرئه ميه، ودي الطريقه اللي بيموت بيها. بيغرق الرئه. في النقطه دي تحديدا تنصح برضو كل الناس، يا جماعه نخلي بالنا من الاجراءات الوقائيه. يا جماعه الكوفيد 19 فيروس كورونا مش هزار. محدش يقول الموضوع بسيط، محدش يقول الكمامة ده أمر سهل وارمي. الأفراح، واجب العزاء، بتدخل مفيش حاجة اسمها كمامة، لدرجة إنك تلبس الكمامة ينظر إليك إنك إيه ده، إيه الشخص الغريب اللي داخل عليك؟ مفهوم مننا ولا إيه؟ الرئة حبيبة فيروس كورونا، مظبوط يا دكتور؟ هو بيحبها. الغريب بقى عن فيروس كورونا إنه ما يجيبش مية بره الرئة، ما يجيبش مية في الغشاء البلوري. لدرجة إن من ضمن المواصفات اللي بنشخص فيها ان العدوى دي فيروس كورونا ولا لا لحد فتره قريبه، عشان كان شكله بدا يتغير، ان احنا ما نلاقيش ميه بره الرئه، نلاقي الميه جوه الرئه، داخل الرئه. في اسباب تانية تعمل كده؟ مش شائعه قوي بقى، الدخان الكثيف، الحروق الكبيره في الجسم، الاصابات الضخمه، يعني مثلا حادثه عربيه كسرت نص العظم وعملت اصابات في المخ، تعمل ميه على الرئه حتى ولو القلب مش تعبان. تمام. طيب عشان ما انتهش، ايه الشائع؟ القلب زعلان، في مشكلة. طيب المية اللي تتجمع حوالين الرئة. الحقيقة احنا كجراحين قلب وصدر اكتر حاجة بتبقى تعنينا احنا هي المية اللي متجمعة بره الرئة. في قصة كان اتعرض ليها حد من فريق العمل بتاعنا هنا في البرنامج، حد قريبه كان عنده نهجان جامد وراح يعمل اشعاعات. في القصه دي هنعرف ايه الاسباب والانواع المختلفه للميه اللي بتتجمع على الغشاء البلوري. تمام. راح للطبيب، الطبيب قال له ده في ميه، حط سرنجه صغيره حاول يسحبها ما عرفش، قال له لا دي مش ميه ده ورم. طيب نفهم من هنا ان الميه اللي في الغشاء البلوري بتتلخبط مع اورام الغشاء البلوري. هل ده حقيقي؟ ده حقيقي. ليه؟ لان هما الاثنين بيعملوا صعوبه في النفس، والاثنين بيبانوا في الاشعه كانها حاجه مغطيه على الرئه. فما بنبقاش قادرين نميز شكل الميه في الاشعه، بيبقى شبه ولكن ليس هو بالظبط. تمام. ولكن ده من المتشابهات، الطب مليان متشابهات. لما جه قلت لهم لا احنا ده غالبا ميه. ليه؟ قلت لهم شكل الاشعه مش ماشي، وبالفحص بنقدر نميز الاورام من الميه. في اختبارات بنعملها بالسماعه وبايدينا عن طريق ان احنا عارف كان الطريقه اللي كانوا بيعرفوا بيها ان البرميل فاضي ولا مليان، لازم تكشف البرميل وتخبط عليه في رنه كده، خبطه كده بالظبط كده. الصدر ليه نفس الرنه دي. ف
فلو في ميه الرنه دي بتروح خالص، لو في حاجه صلبه الرنه بتروح نص نص، فده بتبان مع الايد الخبيره والودن الخبيره. في الحته دي انا عايز اشكرك كده بعيدا عن ثقافه المديح، فكره وحته الخبره حضرتك ممكن تشوف الاشعه تقول اه والله ده كذا، لكن بخبرتك بتقول ان الاقرب للصواب دي ميه مش ورق. في مثل مصري يقول لك ايه، صدق العليل وما تصدقش التحليل. المثل ده مثل صحيح 100%. وانا باخده لنقطه ابعد من كده، انه لما يجي لك مريض باشعه ما يجيش توريني اشعه، انا عايز العليل. صحيح. ليه؟ لانك لما بتسمع منه، بتسمع صدره وبتحط ايدك عليه تحسها، احيانا بيديك منظور مختلف تماما عن الاشعه. تمام. طيب خليني بمناسبه الخبره والتخصص ارحب بضيف الكريم دكتور علاء الغمراوي، استشاري امراض القلب ومدير برنامج روماتيزم القلب وزاره الصحه المصريه سابقا. دكتور غمراوي اهلا وسهلا بحضرتك على شاشه الحدث. اهلا وسهلا استاذ علي باشا، واهلا وسهلا بدكتور احمد بيه. اهلا دكتور. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. دكتور غمراوي، اعرف عن حضرتك انك عاشق لحمايه القلب لا سيما قلوب الاطفال، وصلنا لغايه فين في الملف ده؟ بالمناسبه دكتور الوكيل، دكتور الغمراوي من المصريين المخلصين، تعرف انه راح حلايب يعالج ولادنا واطفالنا هناك؟ ما شاء الله. حلايب 1200 كيلو جنوب العاصمه المصريه. طب كان معظم الحالات اللي هناك بقى اطفال ولا كبار يا دكتور علاء؟ لا، هو حضرتك ان احنا كنا رايحين للايرلي ديتكشن او الاكتشاف المبكر روماتيزم القلب، رحنا مرتين اطفال طبعا، وتابعناهم الحمد لله في الزيارتين. انما احنا الحمد لله لايه يعني، احنا كان لينا 30 مركز روماتيزم القلب في جميع المحافظات، من اول كومومبو لحد مرورا بحلايب وشلاتين لحد اسكندريه، جميع المحافظات الحمد لله. طب كان في حالات متقدمه يا دكتور علاء هناك عندهم ميه على الرئه او عندهم ميه متجمعه في رجليهم؟ يعني الايرلي الاكتشاف المبكر بيبقى لسه ما حصلش حاجه من لا الديكشن الاكتشاف المبكر بيبقى لسه الطفل بيلعب كمان يعني. طب هما لقينا بقى حالات متقدمه جدا هناك لا 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 لا، هو بص حضرتك اقل نسبه اصابه للحمى الروماتيزميه وروماتيزم القلب في هذه المناطق، لانها مناطق شاسعه ومناطق بعيده عن الايه، عن الزحام والتلوث والكلام ده. كويس، زيها زي الوادي الجديد كده. فدي من المناطق القليله الحمد لله. هي الحمى الروماتيزميه وروماتيزم القلب دلوقتي زي ما اتكلمنا قبل كده الحمد لله بتنتهي في مصر الايام دي. انما عايز اقول لكم ان احنا عاملين مبادره كبيره جدا، ان شاء الله يوم الاربعاء القادم هتنطلق من مدينه المحله الكبرى مع الفنان محمد ثروت اللي بيساعد وبيساهم في هذه المبادره بعدد 2 اتوبيس تم تحويلهم الى عيادات متنقله ما شاء الله. بننزل بيها القرى، ساهمنا فيها وشاركنا في مبادره حياه كريمه في محافظه الغربيه. الاتوبيس ده مجهز بجهازين للاكتشاف المبكر، احدهم اكتشاف مبكر للعيوب الخلقيه في القلب الحديث الولاده من اول 48 سنه بعد الولاده. تمام. هذا المشروع طبعا مطبق في امريكا واوروبا والمملكه العربيه السعوديه. احنا الحمد لله كمجتمع مدني تبنينا هذا المشروع وبدانا فيه في المحله، والحمد لله دلوقتي معانا 10 جمعيات من اول مطروح الى اسوان الى برج البرولس وبلطيم وزفته والمحله. تمام. والمنصوره، على اساس ان احنا عايزين الاول نشوف الطفل ده المولود من اول 48 ساعه عنده مشكله ولا لا. طيب عرفنا ان في مشكله بالجهاز، هنحوله الى فحوصات اكتر، ده احنا نعمل له موجات صوتيه على القلب وهنعرف نوع المشكله ايه. طيب وبعدين هنبلغ الاهل المريض ونقول له طب روح بقى يعني اتصرف. لا، احنا كجمعيات هنتبنى التدخل العلاجي سواء بالقسطره او بجراحه القلب من خلال زمايلنا اساتذه قسطره القلب في الاطفال وجراحات القلب في الاطفال، برضه جمعيات اهليه. خلينا يا دكتور غمراوي كمان بعد ما نحط خطه العلاج يعني. نعم، خلينا دكتور علاء الغمراوي اضيف ايضا ان حضرتك عندك فكره جميله جدا، وهو استدعاء كل الطيور المهاجره في امريكا وفي اوروبا من المصريين ذوي الاصول الدلتاويه الريفيه البسيطه اللي هم اصبحوا عظماء في جراحه القلب بره،
والحقيقه انا شاهد عيان على هذا الرجل المحترم علاء الغمراوي ان بيدعو هؤلاء وبييجوا مصر وبيكشفوا على اولادنا، ما بيقولوش لا ان احنا اتعلمنا في البلد دي وهنخدم البلد دي حتى لو احنا بره. طب انا عندي سؤال، هو اهل الطفل المريض او اللي عايزين يتواصلوا مع المشروع دوت، هل في رقم ساخن او في موقع الكتروني يقدروا يتواصلوا معانا عليه؟ كويس. هو احنا بص حضرتك الاول احنا بنعمل دي كبايلوت، يعني تجربه كده ان احنا نعمل تجربه استرشاديه او نموذج بنقدمه. ان احنا نخط ساخن لمصر كلها لا، احنا كل اللي يعني اللي نفسنا فيه ان احنا نغطي مصر كلها، بس احنا بنقول بنبدا نقطه مضيئه نجحت ان شاء الله بتنتشر. طب احنا هنساعد مع حضرتك يا دكتور علاء، احنا هنا من البرنامج وعن طريق صفحه البرنامج اللي هي اسمها شارع القلب باسم البرنامج، لو في حالات عندهم مشكله او اطفال مش قادرين يوصلوا للتشخيص المناسب يقدروا يتواصلوا معانا، واحنا هنرتب لهم ان يتعمل لهم الفحص المبكر ده سواء بطريقتنا سواء بالتعاون مع جامعات مع حضرتك او مع التعاون مع جامعات اخرى. تمام. بحيث ان احنا في الاخر نوصل ان مفيش طفل محتاج الخدمه وما بياخدهاش. بس هنستاذن حضرتك ان ما يجيلناش متاخر. لا بمعنى احنا اول ما يوصلنا هنكلمك. اول 48 ساعه. احنا اول ما احنا بندعي البرنامج مع حضرتك وسعادتك والاستاذ علي اللي صبك في الخير دائما وداعم رئيسي للروماتيزم القلب من سنين، من اكتر من 16 17 سنه، ان انتوا تزورونا المحل الاربع القادم ان شاء الله. الفنان محمد سراد بنفسه جاي مع الاوتوبيسين بتوعه. حضرتك هتبقى موجود؟ طبعا احنا اللي داعمين بالمبادره كبيره، ومعانا محافظ الغربيه، معانا الاعضاء مجلس الشعب والشيوخ، معانا القيادات التنفيذيه، لان احنا برضو عاملين حاجه مهمه قوي جاي سياده الرئيس يتكلم عليها، هي توعيه المراه الحامل. طب ليه الام دي انجبت طفل عنده مشكله في القلب وليه الام الثانيه ما انجبتش؟ صحيح. كويس. فاحنا عاملين اطلاق حمله للتوعيه للام الحامل ان هي تتجنب 7-8 حاجات. احنا اول حاجه بنقول لها ما تقعديش جنب جوزك وهو بيدخن. تمام. لازم يمنع. اوعي تكوني بتدخني انت كمان. تمام. دي اول حاجه. ادي اول حاجه. تاني حاجه حضرتك بنقول لها طب افرضي عندك سكر، يا ريت تنظميه، مش قاعده تشربي بيبسي وتاخدي حلويات وبتاع وتحليلك تطلع عاليه، هنا نسبه الاصابه بالعيوب الخلقيه في القلب بتبقى اكبر عند عند الطفل اللي بيتولد. دول كده حاجتين، الحاجة التالتة السجاير والسكر. التالتة حضرتك بنقول لها يا ريت تاخد فوليك أسيد. عايزين نشوف إذا كان عندها أنيميا ولا كده وتاخد فوليك أسيد. الحاجة الرابعة المهمة بنقول لها يا ريت تطعمي التطعيم بتاع الحصبة الألمانية. مهم. كويس. الحاجة الخامسة بنقول لها يا ريت إنك أنت ما تغسليش بمواد كيماوية، عشان البخار ده لما بيطلع وبتشميه بيبقى حاجة مش كويسة. بعد كده بنقول لها يا ريت إن أنت ما تقعديش على السوشيال ميديا كتير قوي. أيوة. احنا الامهات عندنا. ايوه يا فندم. بيقعد استاذ علي لحد الفجر ماسكين الموبايل. صحيح. كارثه. هم وجدوا مشكله كبيره، دراسه حديثه لا علاقه ما بين الاستخدام الطويل للموبايل والسوشيال ميديا والكلام ده وتاثيرها على الجنين نفسه. فدي شويه توعيه بسيطه جدا. والنقطة السابعة يا دكتور علاء. نعم فنان. النقطة السابعة ايه؟ الو؟ النقطة السابعة يا دكتور علاء. بعد كده إذا كان في أي أمراض مزمنة زي الضغط وكده برضه الحاجات دي، زواج الأقارب بقى مهم جدا. تمام. طب هل احنا هنمنع جواز الأقارب؟ لا طبعا، بس بنشوف التاريخ المرضي في كل أسرة على أساس إن احنا نتجنب الزواج اللي قد ينتج عنه مشاكل. صحيح. احنا عملنا حلقه كامله عن موضوع المشاكل بتاعه قلب الاطفال، وكان معانا الدكتوره هلا اغا استاذ طب الاطفال في جامعه القاهره. طبعا كنا بنتكلم عن النقطه دي، بس ما كناش نعرف ساعتها ان في مبادره قويه زي دي. لا اكيد لا، احنا هنبقى موجودين ان شاء الله. انا كلمت الدكتوره هلا من حوالي 9 شهور ولا حاجه، واعتقد اديت لها فكره عن المبادره دي. بس احنا دلوقتي مش احنا بننفذها على ارض الواقع. دي حاجه جميله جدا. يعني حتى احنا يعني معانا الفنان محمد سرط هيدعمنا بقوه في اعلاميا، لان احنا محتاجين ان احنا نوصل البيوت. احنا جايز الاستاذ علي برضه يقف، احنا كنا عملنا اغنيه عشان روماتيزم القلب. صحيح. مع الراحل بقى الشعبان عبد الرحيم. الله يرحمه. في كلمتين، هو ايه مشكله روماتيزم القلب؟
صحيح. عمر بتاع ده التهاب في الحالق بالميكروب السبعي، بس مش دور برد، مش فيروس، لا ده بكتيريا. كل طفل بيجي له لوز، هل هما بيقدروا يكملوا العشر ايام علاج للوز؟ لا طبعا ما بيكملوش، ما فيش ام بتكمل حتى لو كبير. جزاك الله استاذ علي، لو جالك اي التهاب في الحالق دلوقتي تاخد كام يوم مضاد حيوي؟ يومين ثلاثة وهينسى، صح يا استاذ علي ولا ايه؟ مظبوط مظبوط يا دكتور. لازم 10 ايام. طب احنا هنساعد حضراتكم في نشر الاغنية دي، لان الاغاني والفن من الحاجات المفيدة جدا. لو دخلت على اليوتيوب دلوقتي سهل الفن من الحاجات المفيدة جدا. طبعا. كنا النهارده جدا اغنية اكثر من رائعة، يا ريت لو حالا اهو تلاقيها قدامك على اليوتيوب، شعبان عبد الرحيم جنبها روماتيزم القلب، هنجيبها وهنشيرها عندنا على صفحة البرنامج على طول. احنا بنهتم جدا بتوصيل المعلومات. وعلى فكرة يعني هي تم يعني كتابة الأغنية بشكل علمي منظم، والراجل ألقاها بشكل جميل. تمام. ودي احنا بنخاطب بيها مين؟ اللي هي الفئة المستهدفة بتاعتنا. صحيح. الحمرة الوظيفية بتروح لمين؟ للمناطق العشوائية. صح. وبنشكر سيادة الرئيس اللي بيطورها دلوقتي. صحيح. وعلى فكرة منظمة الصحة العالمية أشادت باللي مصر بتعمله في الانفراستراكشر، في البنية التحتية. إن أنت ما أنت كنت بتقول العيال قاعدين في بحور تحت الأرض. النهارده ما احنا رحنا حي الاسمرات على فكره، ورحنا غيط العنب، وعملنا كذا قافله هناك. اول ما استقبلناهم ودلوقتي لما بنروح لهم، لا في فرق كبير جدا في صحتهم وفي التوعيه وفي سلوكياتهم. دي مهمه جدا جدا. صحيح. وده جزء الدوله اللي بتساعد فيه. التغذيه اللي سياده الرئيس بيتكلم فيها دي مهمه جدا. طبعا. ما هو سوء التغذيه بينتج عنها ان انا الاميونيتي اللي عندي او المناعه بتقل، فالطفل كل ساعه زميله يقطص في وشه ويجيله ياخد الميكروب السبحي ويجيله التهاب في الحال او لوز، ما عندوش مناعه كويسه. صحيح. او ما فيش شمس بتخش عنده في الاوضه كويسه. كل ديت حاجات بتساعدنا في القضاء على الامراض ديت. جزيل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور علاء الغمراوي استشاري أمراض القلب، وجزيل الشكر أيضا للفنان القدير المصري محمد ثروت وكل القيادات التنفيذية الموجودة في الغربية. يوم الأربعاء ده هيبقى يوم حافل، وبشكرك على السبق الإعلامي الصحفي ده أن حضرتك خاصيت بيه برنامج شارع القلب، الحملة القومية المصرية، المبادرة الجميلة لحماية قلوب أطفالنا، ومش أطفالنا اللي موجودين في الحياة، لا أطفالنا كمان اللي لسه في رحم الأمهات. سبع حاجات يا دكتور الوكيل ودكتور الغمراوي معانا: التدخين، السكر، الغسل بالمواد الكيماوية، الأنيميا، التطعيم ضد الحصبة الألماني، أمراض مزمنة. لازم كل أم حامل تخلي بالها من دلوقتي أنها لا تنتج طفلا مريضا لا قدر الله. حاولي بقدر المستطاع أنك تكوني مثقف، مش طالب منك أنك تقعدي على السوشيال ميديا 24 ساعة في حاجات، يعني خلينا في الحاجات المفيدة. الحاجات المفيدة زي البرنامج ده، البرنامج ده برنامج طبي توعوي. من فضل حضرتك ذاكر الحاجات الطبية عشان تضمني لينا بفضل الله منتج إنساني جميل معافى بفضل الله. دكتور الوكيل الحاجات دي راقية جدا جدا. يعني عايز أرجع لموضوعنا برضو، موضوع المياه على الرئة. في ناس كتيرة جدا تحب تألف كده، يقولك أصل أنا إيه ما عنديش مشكلة. ارتفاع ضغط الدم يا دكتور المفاجئ، علاقته ايه بالموضوع ده؟ اي حاجة بتأثر على الناحية اليسرى من القلب بتسبب تجمع المية على الرئة. الفكرة ان ايه اللي بيحصل لما الضغط بيعلى فجأة؟ القلب بيجي يدق يلاقي مقاومة عنيفة ما بيقدرش يشتغل، فلما تيجي الرئة تبعت له الدم يقول لها لا انا اسف مش هستقبل. الرئة الدم يتجمع فيها، تروح بفلترات تطلع المية فيه وتفضل ترشح مية ترشح مية، فحله ده يعتبر من الطوارئ، وده ما ينفعش تعالج في البيت وما ينفعش تعالج في الصيدليه. موضوع الصيدليه وما ينفعش نقعد مستنيين الدكتور لما يجي العياده. اللي عنده نهجان مفاجئ وارتفاع شديد في ضغط الدم بيبقى معاه زغلله في العين، واحيانا بيبقى معاه اعراض عصبيه يا اما تنميل يا اما تقل في الحركه، لازم يروح مستشفى فيها رعايه مركزه فور. عشان يتشاف في الطوارئ، ياخد الادويه العاجله لارجاع ضغط الدم لرقم قريب من الطبيعي. عاده ما بننزلش الضغط مره واحده للرقم الطبيعي. تمام. بننزله رقم قريب من الطبيعي. ده لازم يتم بشكل عاجل طوارئ، ما يستناش للصبح. تمام. طب انا عايز حضرتك يا فندم تقول لي برضو مشاهدينا الضغط الطبيعي كام على كام، عشان برضو في ناس بتحب تقلف في الموضوع ده شويه. الضغط الطبيعي المفروض يكون من 110 ل 130 على من 60 ل 90. طيب تمام. معانا سماح لحد كام؟ منظمه الصحه العالميه زمان كانت سامحه لحد 140،
دلوقتي وقفتها عند 130. من 130 ل 150 محتاجين نتكلم مع الطبيب في اننا نعدل اسلوب الحياه، طريقه الاكل، ولو هناخد دواء خفيف او لا. تمام. اكتر 150 لازم ناخد دواء ولازم نروح للطبيب على طول. تمام. تمام. فالارقام دي مهمه ولازم كل واحد يبقى عارفها، لان انا لاحظت ان في ناس ضغطهم 130 وبياخدوا علاج ضغط باستمرار، وهم كل مشكلتهم انهم لما بتعصبوا شويه بظروف الضغط بيعلى شويه. ده مش صح ان ياخد دواء ضغط، مش صح، لانه مش هياخد منه غير الاثار الجانبيه ومش هيحمي نفسه من حاجه. للاسف هو ساعات بيكتب الدواء لنفسه غالبا، يعني للاسف. يؤسفني اقول لك الكلام، يقول لك انا يروح الصيدليه يقيس الضغط يلاقيه مثلا 135 130 140 لو سمحت انا، وعارف اسم الدواء اللي هو بياخده حد تاني مريض ضغط. يا عم ده حاجه وده هو حاجة. بيشخص الضغط بالصداع. بالصداع. انا لاحظت ان معظم المرضى اللي بيجوا لما بيقول ان ضغطه عالي بيبقى عايز يقول انه مصدع، فتقيس له الضغط تلاقيه طبيعي، يقول لك طب انا مصدع ليه؟ فهو بالنسبه للناس ان ارتفاع الضغط هو السبب الوحيد للصداع. مصدع عشان ما نمتش، مصدع عشان بتصرف سجاير، مصدع عشان شارب 4-5 كوبات قهوه الصبح. ففي اسباب كتير احنا بنعملها غلط هي اللي بتسبب ان احنا نبقى تعبانين. مشاهدينا الكرام، يعني نعاود اللقاء مرة أخرى مع الدكتور أحمد الوكيل، ولكن بعد فاصل قصير. أرجوكم بلاش الفتي، خليك مع شارع القلب، تعلم معلومة طبية استفيد منها وطبقها في حياتك. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في شارع القلب. كل استفسارات حضراتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، كل اتصالات حضراتكم محل تقدير، نحن في انتظارها. أي استفسار، أي معلومة حضرتك محتاجة من دكتور أحمد الوكيل، أرجوك لا تتردد فورا أنك تبعتها على الصفحة أو تتصل علشان تاخد خدمة طبية معلوماتية مجانية بشكل محترف. دكتور برحب بيك مرة تانية. خليني برضو أرجع للملف الشائك ده اللي هو المياه على الرئة. علامات المياه على الرئة دكتور إزاي نعرفها؟ وقبل ما أخش في الطرق العلاج التقليدية المعروفة، العلاج الجراحي في الحتة دي بيكون اكثر نفعا للمريض وازاي بيتم؟ احنا اتكلمنا عن ايه اللي يخلي الرئه تجمع ميه جوه الرئه، وقلنا انه غالبا يا اما سبب في القلب يا اما سبب في الرئه. تمام. خلينا نطلع من دي نتكلم على امتى الرئه تجمع ميه في الغشاء البلوري المحيط بيها. تمام. غالبا بتكون مشكله في الرئه، واحيانا قليله بتكون مشكله في الاماكن الاخرى المحيطه. يعني ايه اماكن اخرى محيطه؟ وهو الرئه اليمين تحتيها كبد، والرئة الشمال تحتيها معدة وطحال. تمام. ومن هنا إذا في خراج في الكبد يعمل مشكلة؟ يعمل مشكلة. إذا في عملية في البطن، أحد أشهر أسباب اللي بتعمل لنا عليها استدعاء كجراحين صدر عشان نبص على المريض إن يكون عامل عملية في بطنه وعنده نقطتين مية على صدره وعلى الناحية اليمين بالذات. يقول لك عايزين نفضيه. ده اسمه ارتشاح تعاطفي. اسمه سمباثاتيك بالإنجلش. سمباثاتيك ده جاي من سمباثي. سمباثي يعني تعاطف. تعاطف. هي الرئه والغشاء البلوري بيتعاطف مع البطن اللي اتجرحت وبيبدا ينزل شويه سائل. سبحان الله. السائل ده عاده كميته بتكون صغيره، وعاده ما بيحتاجش اي حاجه خالص ولا حتى دواء. هو بيخف لوحده. تمام. بمجرد ما البطن تتعافى هو بيتعافى. تمام. المرضى اللي عندهم استسقاء بيجي لهم ميه على الرئه، وعلاجها ان احنا نعالج الاستسقاء. طب ايه اللي في الرئه يعمل كده؟ واحد عنده التهاب رئوي، وده مشهور جدا اليومين دول، ما تعالجش كويس يجي له ميه على الرئه، بعد شويه الميه تقلب بصديد. طيب في اسباب تانية؟ في اسباب تانية. اتخبط خبطه جامده، وقع في البانيو، خبطته عربيه، جه حته شريان صغنن متعور فجاب دم. لسه امبارح واحد وابن عمه مشكله، راح ضربه سكينة، السكينة راحت معورة الرئة، وراح جاي له تجمع دموي على الرئة. ايه ده دموي؟ هي مش مية؟ اصطلاح مية على الرئة ده هو اصطلاح شعبي دارج. تمام. يقصد بيه اي سائل، لكن هو السائل اللي بيدخل دم في الحالات احيانا بيبقى دم، احيانا بيبقى صديد، احيانا بيبقى مية، احيانا بيبقى سائل التهابات، احيانا بيكون سائل جاي من البطن اللي هو سائل الامتصاص بتاع الجهاز الهضمي، بس دي حاجه معقده. فمعرفه السبب بتحدد بشكل كبير. من ضمن الحاجات بقى المهمه جدا 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 والاكثر شيوعا الاورام.
المريض اللي عنده ورم في اي حته في جسمه مش لازم في الرئه، وارد يجيله ميه على الرئه. وللاسف وجود ميه على الرئه في الامراض دي هو علامه غير جميله، وبتحتاج تقييم دقيق جدا من الفريق المعالج ان احنا هنعالجها ازاي، هنكتفي بالعلاج الطبي ولا نحتاج تدخل جراحي، تدخل الجراحي اقل تدخل جراحي ينفع يبقى ايه، مدته قد ايه، لان بيطول ممكن يقعد اسبوع واثنين وثلاثه وشهر واكتر، هل هنحتاج نعمل حاجه بعد التدخل الجراحي ولا لا. فده يعني علم كامل اسمه تجمعات الميه على الرئه في المرضى المصابين بالسرطان في اي جزء في الجسم، بالاضافه ان ممكن يكون في الورم ده جوه الغشاء البلوري نفسه، وده برضو نوع معقد جدا من الاورام. تمام. العلاج الجراحي يا دكتور احمد، ناس كتير جدا مجرد ما يسمع كلمه جراحه اعصابه دي اولا بتنزل بتبقى في الارض، يعني العلاج الجراحي في الحالات اللي زي دي صعب ولا حضرتك بتشوفه انه سهل مع بدايه الاكتشاف المبكر ونلحق الحاله قبل ما توصل لمرحله سيئه؟ جراح الصدر ما بيختارش الاختيار الجراحي الا لما بيكون السبل الاخرى كلها غير ناجحه. يعني خلينا نقول المريض اللي عنده دم على سته، طب هو خد سكينه، هل هينفع ده ياخد دواء عشان نصرف الميه؟ أكيد منطقي ان احنا كل ما نتدخل بسرعه في عيان زي ده هنلحقه. تمام. وبنتدخل باصغر حاجه ممكنه، يعني اذا المريض الوعي بتاعه كويس وضغطه كويس هنحط حاجه صغنونه خالص من جرح قد كده. اذا بقى الضغط قليل والنزيف شديد وحاصل انيميا ونسبه الهيموجلوبين بتقع، لا بتبقى جراحه. طيب المريض اللي عنده صديد على الرئه، بنشوف كميه الصديد والاستجابه للعلاج وبنديله فرصه يوم او اتنين. اذا ما كناش متاكدين انه صديد، الصديد لازم يتصرف، بس قبل ما نتاكد انه صديد بنسحب عينه بسن السرنج، اتاكد لقينا دي ميه هندي علاج ونصبر يوم ولا اتنين نشوف استجاب للعلاج، خلاص مش هنعمل عمليه. تمام. طب ما استجابش لازم اعمل عمليه. طب ليه اعمل عمليه؟ هي مش عمليه كبيره، انا ممكن احط درنقه صغننه خالص قد انبوبه الالم الجاف، الانبوبه اللي جوه الالم الجاف دي كافيه ان احنا نسحب بيها كل حاجه. رائع. تمام. رائع. لو السائل قوامه خفيف بنستخدم حاجه زي دي وبنسيبها يوم اتنين تلاته شهر اتنين على حسب الحاله، كتير قوي في خلال تلات اربع ايام بنكون شلناها، ننضف تشيل الميه ونضمن ان الرئه الطبقتين الغشاء اللي احنا قلنا ان هم عاملين زي كيس البلاستيك لزقوا تاني في بعض. تمام. وما بعدش فيه ميه بتتجمع وما عادتش الدرنقه بتجيب، ساعتها نشيلها والموضوع خلص. طيب استاذن حضرتك اخد مداخله السيده نظيمه من محافظه الغربيه، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت بس عايز اسال الدكتور بس سؤال. اتفضلي يا فندم. انا بياخد علاج للضغط. تمام. بس عملت ايكو وعملت رسم قلب، كل ما اروح لدكتور يقول لي مفيش حاجه مفيش حاجه. تمام. بس انا عندي نغز على طول بتجيلي في صدري. طيب موضوع نغزات الصدر ده موضوع كبير، حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 43 سنه. حضرتك عندك اطفال؟ معايا 3 اولاد كبار. اصغرهم قد ايه؟ في راحه تانية كليه عندها 19 سنه. طيب حد في عيلتك كان عنده مشاكل في القلب او عمل قسطره او جراحه في القلب؟ لا يا دكتور ما حدش عارف. طيب اذا كان رسم القلب كويس والموجات الصوتيه كويسه، عاده ده بيعني ان القلب كويس، وعاده بيعني ان النغزات ليها اسباب اخرى غير القلب. النغزات دي ممكن تبدا من الجلد للعضلات للعظم لاي حاجه. طيب هل ده معناه ان 100% ما فيش حاجه في القلب؟ ما اقدرش احكم عن طريق مكالمه تليفون، غالبا ما فيش حاجه، ولكن اذا حضرتك تعبانه والعلاجات اللي الاطباء وصفوها غير مفيده، يا ريت تتواصلي معانا على صفحه البرنامج واحنا هنحدد ميعاد نشوف حضرتك فيه علشان نرتب نعرف السبب الحقيقي ورا النغزات دي ايه وايه افضل علاج ممكن حضرتك تاخديه. ما هو انا نفسي اعرف بس يا دكتور معلش، لان انا لفيت كتير قوي، عايز اعرف بس السبب ايه، لان انا هو احنا عشان نحدد السبب هنحتاج ان احنا نفحص حضرتك، اذا كانت الفحوصات والاطباء اللي شافوا حضرتك قالوا ان ما فيش حاجه يبقى لازم احنا نشوف حضرتك. فحضرتك ممكن ترجعي للاعداد ونرتب ميعاد ونشوف حضرتك عشان نعرف ايه السبب، ما دام كذا فحص وكذا طبيب. صحيح. ما يقدروش يوصلوا لحاجه. مدام نظيمه يعني لا خاب من استشار، استشيري. أيوة. وابعتي كل استفساراتك على صفحه البرنامج. طب ما انا نفسي اوصل للدكتور لان انا من الغربيه فمش عارف اوصل له، فانا عايزاه يقول لي يعني مثلا عنوانه بالظبط عشان اجي لحضرتك. مع الاعداد يا فندم، حضرتك كلميني على الارقام دي او الاعداد وهم هيدوا حضرتك في ارقام على الشاشه. مدام نظيمه شكرا جزيلا لحضرتك. رحب بمدام شيماء من محافظه الاسكندريه، اهلا بحضرتك. مدام شيماء
طيب دكتور، يعني ممكن السيدة نظيمة بتكلم 43 سنة وفكرة انها بتعاني من امور معينة، التشخيص الجيد هنا 50% من العلاج اظن كده يعني. اكتر هو العلاج أكتر. كله هي مشكلة السيدة نظيمة ان هي غالبا مش معروف لسه عندها ايه. ومع عمل لما بنعمل فحوصات لمريض ويروح لاكتر من طبيب ويبقى محدش عارف يحل يعني يعرف ايه المشكلة، صعب جدا ان انت توصل لمعرفة سبب المشكلة عن طريق مكالمة تليفون او ان حد يحكي لك القصة اذا كان الطبيب اللي شاف ما قدرش يوصل لتشخيص واضح. الخبرة بتبقى فارقة جدا هنا طبعاً. ان انت لما بتشوف المريض بنقدر نوصل لمعرفة السبب. في نقطة تانية هي بتقول انها من الغربية، احنا عندنا عيادة في اسكندرية المفروض يوم الثلاثاء الجاي هيبقى عندنا عيادة في اسكندرية، تقدر تتابع مع الاعداد وهم هيقولها عنوانها فين، وهنقدر نستقبل منها الحالات بتاعت الغربية والبحيرة واسكندرية. احنا عملنا كده عشان خاطر نسهل على الناس الوصول للخدمة الطبية المتميزة. تمام. طيب خلينا نرجع للمية على الرئة. تمام. طيب لو قلنا لو السائل ده كميته خفيف يعني كتير بس خفيفة، السائل قوامه خفيف، نقدر نجيبه بحاجة زي أنبوبة الألم الجاف، أصغر من الشاليمون اللي بنشرب بيه العصير. رائع. أقدر أسحب بيه الكمية. تمام. دي. طب تمام. لو السائل ده تخين غليظ، إيه الحل؟ ساعتها هحتاج حاجة أكبر اسمها أنبوبة صدرية، دي تبقى حاجة تقريبا عرض الصباع. تمام. بندخلها تحت تأثير البنج أو المخدر الموضعي. الإجراء كله ما بياخدش من 5 لـ7 دقايق، مش أكتر من كده. من 5 لـ7 دقايق. مش أكتر من كده. ولكن مش رعب يعني. خالص بس هو مشكلته ان اللي لازم يعمله يكون حد متخصص وفاهم، لان اذا دخلنا غلط ممكن نعور اي حاجه في سكتنا. احنا هنا جنبينا الكبد وجنبينا الرئه وجنبينا القلب، فلازم اللي داخل يبقى عارف سكته. هو اجراء بسيط وسريع. وبعدين كان لسه عندنا مريض كان عامله حد عمله الاجراء ده بس ما كانش متمكن من الشغل، فحط الانبوبه بطريقه انها مش جايبه كل الميه، فبعد شويه جزء نزل وجزء لا، فالجزء اللي ما نزلش اتكيس بقى تخين وتقيل جدا وما بينزلش، فاضطر ان هو يعمل جراحه. فالحل البسيط المناسب اللي معمول عن طريق طبيب فاهم هو بيعمل ايه او جراح فاهم بالظبط ايه المفروض يحصل بيوفر عليك تدخل اكبر. طيب اذا احنا حطينا الانبوبه دي والمريض لسه مش مرتاح، او كان حاطط انبوبه قبل كده مش مناسبه وحصل مضاعفات، او كان عندنا قصه المريض تاني اصلا هو جالنا بعد شهرين. اذا ازاي شهرين بينهج وساكن؟ طب ايه اللي حصل؟ شهرين ده كتير جدا يعني. ايه اللي حصل؟ ده كان عامل اشتغل في شركه طالع يعمل شغل على السقاله، وقع راح للطبيب بتاع الموقع، انا تعبان ده شويه وجع خد مسكن، قعد ياخد مسكن اسبوعين رجع مفيش وجع بقى في نهجان. لا ده انت عندك معرفش ميه على الرئه، خد ايه دواء عشان ينزل الميه. قعد اسبوعين، عدى شهر في شهر، عمل اشعه لا ده في ميه، لا ده الميه قليله، وكل ده محدش استشار جراح صدر ومحدش رجلنا. جالي بقى المريض بعد شويه عنده الرئه على الناحيه اليمين كلها مقفوله كلها ميه ومش عارف ياخد نفسه. طب والحقونا. عملنا اشعه مقطعيه لقينا ان السائل ده متحوصل، يعني في ما هوش مش ميه على بعضها، ده ميه على الياف على حاجات تقيله على مش هينفع. فايه الحل؟ ان احنا هنعمل عمليه صغيره بالمنظار، هنفتح فتحه صغيره خالص قد نفس الفتحه بتاعت الانبوب. تمام. بس مش هتيجي بانبوب، دي هتحتاج بنج كلي، تخدير كلي، وهيحتاج ان احنا ندخل كاميرا صغيره عشان نشوف الحاجات دي، وعلى حسب بقى لو في ميه هنشفطها. تمام. لو في تحوصل او تكيسات هنقطعها بالالات الجراحيه. تمام. بحيث ان احنا نوصل للميه الثانيه ونشفطها. في غشاء تقيل على الرئه ومكتفها نقدر ان احنا نشيله، بحيث ان احنا في الاخر نوصل ان الرئه قادره تفلد والمريض قادر ياخد نفس. صحيح. في اوقات بيكون في التصاقات شديده جدا ما بين الرئه وجدار الصدر، فتيجي تدخل بالمنظار مفيش مكان حتى الكاميرا، ودي بتكون حالات متاخره جدا جدا جدا, جداً. فنصيحتي لما يكون في ميه على الرئه لازم نستشير جراح الصدر. جراح الصدر بيقدر يساعدنا في كل المراحل، بيساعدنا في التشخيص، بيساعدنا في سحب عينه حتى لو بذل بسرنج. صحيح. بيساعدنا ان لو الميه بسيطه مش هيقول لك اعمل عمليه. في قاعده كون ان انا اروح لجراح مش معناه ان انا هعمل عمليه. الجراح هو طبيب بيفهم في الطب وفي الجراحه،
فاذا هو شايف ان الحاله ينفع تتعالج من غير جراحه هينصحك ان انت ما تعملش جراحه. تمام. والحقيقه احنا عندنا مرضى كتير جدا احنا نصحناهم ما يعملوش عمليات. يعني انا مش هنسى احنا بنشتغل مع الفرق بتاعه زراعه الكبد. هم لما بيعملوا عمليات كبيره في البطن بيحصل زي تجمعات على الرئه. ففي مره يعني هم حد اتطوع وكان مريض عنده شويه ميه قليلين فراح كلم حد جراح جه او يعني طبيب تاني جه حط انبوبه شويه ميه صغيرين جدا. وبدانا ندخل في مضاعفات في الانبوبه. ليه؟ هو كون ان انا عملت اجراء وما استفدتش منه انا باخد منه مضاعفات. فقعدنا نحل في المضاعفات دي بتاع شهرين. فمريض اصلا كان ينفع انه ما يعملش حاجه. هو ما كانش محتاج ليها من الاول. طب هو ليه ما استشارش الجراح؟ هم لو كانوا كلموا الجراح الجراح ما كانش كان هيقول لهم يا جماعه خلونا نصبر مش هنعمل حاجه. فكون ان يكون في ميه على الرئه ده تخصص يعني من صميم عمل جراحه الصدر. تمام. فمهم جدا المريض اللي عنده حاجه زي كده ان احنا نشوفه بدري بدري جدا ونتابع. يعني ما فيش مشكله ان احنا نشوفه مره كل اسبوع. ليه؟ هيجي النهجان احسن. هيجي كان الناس تندينه ماشي لوحده من غير ما نسنده. صحيح. وهو كان بياخد علاج. فهفهم ان هو بقى كويس فهاجل التدخل شويه. ودي علاج واصبر لقيته بيتحسن هاجل تاني التدخل بس انا شايفه. صحيح. غير لما يفضل يكلمني في التليفون. يعني انا عندي مريض كان عامل قلب مفتوح لقيته جاي لي بيقول لي يا دكتور احمد انا عملت العمليه في شهر 12 اللي فات ودلوقتي ده والسيوله. قلت له ثانيه واحده حضرتك من شهر 12 اللي فات لحد النهارده فين حضرتك؟ يعني ليه حضرتك ما جيتش؟ حضرتك خسيت. طيب انت ليه ما تاكلش كويس؟ طيب تأذن لي يا دكتور نتوقف قليلا وارحب باخونا نور الدين من سوهاج. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ حضرتك على الهواء والدكتور احمد معاك. اتفضل. الو. اتفضل يا فندم. مرحبا دكتور. مرحب بيك. لا يا دكتور انا لو سمحت ليا شهر بعاني بألم في الصدر ورحت لدكاتره كتير وخدت عليات كتير وما جابش معي اي فايده. في نهجان يا عم نور؟ في ضيقة صدر. ضيقة نفس. شكلها جامده شويه. ضيقة نفس جامده. حضرتك كام سنه؟ عندي 49 سنه. عندك ضغط او سكر؟ ما عنديش لا ضغط ولا سكر. عملت فحوصات للقلب رسم قلب او ايكو؟ عملت رسومات قلب وعملت شعر في القلب وشعر صدر. فيها حاجه؟ ما فيهاش اي حاجه كلها. عملت مقطعيه على الصدر؟ عملت شعر مقطعي على الصدر برضه. طيب عملت فحوصات للكبد او الكلى؟ ما رحتش للدكتور. ما وريتهاش للدكتور لسه. ايه اللي ما وريتوش للدكتور لسه؟ قبل كده اشعه عاديه قبل كده ما فيهاش حاجه. ايه اللي ما وريتوش للدكتور قبل كده يا عم نور؟ ايه اللي الدكتور ما شافوش؟ اما الاشعه المقطعيه بس اللي هي ما شافهاش لسه. طيب بص يا عم نور انت دلوقتي السبب عند انا شايف ان نهجان شديد. يعني انا من ضمن الحاجات اللي بتهمني انا صغير يعني أيوة الصوت نفسه فيه نهجان جامد. بص يا عم نور انت مش هينفع تصبر على مش هينفع تسكت على الوضع ده. انت لازم تروح للدكتور توريه الاشعه المقطعيه لازم نطمن اذا كان القلب كويس. انا مش عارف وما شفتش الفحوصات فانا محتاج اشوف فحوصات القلب عشان اتاكد ان القلب كويس. احيانا كتير بيكون النهجان ده نتيجه يا اما انيميا شديده يا اما مشكله في الكبد يا اما مشكله في الكلى. في كل الاحوال دي يا عم نور لازم الطبيب هيشوفك يا اما تروح للطبيب بتاعك هناك يا اما تتواصل معانا على الارقام الموجوده او على صفحه البرنامج واحنا هنرتب لك ميعاد ونشوفك في اسرع وقت ان شاء الله النهارده بالليل او بكره. احنا موجودين بكره هيكون مهم يا تروح للدكتور بتاعك يا تجيلنا لازم تتشاف. مش هينفع تفضل ساكت على النهجان الشديد اللي انا سامعه ده. الاشعه المقطعيه هيبقى فيها حل جزء كبير جدا من السؤال. وارد يكون في ميه على الرئه وارد يكون في يعني انا ما بحبش اقول بس الحاجات لان الكلام كله يخض. هي النصيحه يا عم نور لحضرتك يا اما تتواصل مع الطبيب اللي بيعالجك في سوهاج يا اما تيجي القاهره عند دكتور احمد جامد قوي. سريعا الارقام على الشاشه وتقدر تتواصل معنا في اي وقت. الحلقه خلصت سريعا يا دكتور والحقيقه في 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 20 ثانيه كده نصيحه لكل انسان عنده ميه على الرئه فورا يتحرك ويعمل ايه؟ اول حاجه لازم نعرف سبب الميه على الرئه ايه. بعد ما نعرف سبب الميه على الرئه مهم جدا ان احنا اذا خدنا علاج لفتره من يعني اقل من اسبوع او اسبوع ومفيش تحسن لازم نستشير جراح الصدر. جراح الصدر استشارته مش معناها ان احنا هنعمل عمليه مش معناها ان احنا هنفتح صدرنا معناها احنا ماشيين صح ولا لا. ولو مش ماشيين صح ايه الاقتراحات؟
خلي بالك الجراح والطبيب اللي بيتكلم معاك هو استشاري، راجل انت بتسمع رايه، مفيش اي اجبار على حضرتك انك رحت الجراح انك انت داخل عمليات، اسمع الراي وفكر فيه ووزنه وشوف انهي الاحسن. ودايما روح لطبيب انت واثق فيه ومطمن له عشان لما يقول لك حاجه تسمعها وتنفذها. تمام، شكرا جزيلا دكتور احمد الوكيل استشاري جراحه القلب والاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، والشكر موصول لحضراتكم جميعا. ومش معنى زيارتك كمريض لجراح القلب انه هيعمل لك عمليه، روح للجراح لانه هيفيدك الافاده الطبيه السليمه. دكتور انا اشكرك شكرا جزيلا، على امل اللقاء بكم مشاهدينا الاسبوع القادم في نفس هذا التوقيت. هذه ارق تحياتي.